وعالميا أظهر إحصاء لرويترز أن أكثر من 167 مليون و310 ألف نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى أكثر من 3,584,000 حالة. كما تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر من عام 2019. عبر الهاتف ينضم إلينا هاتفيا الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام البطنة والمناعة بجامعة عين شمس. دكتور أشرف، صباح الخير، أهلا وسهلا بك في هذه الجولة الإخبارية على إكسترا نيوز. هناك الكثير ربما من المتحورات التي ظهرت في الأونة الأخيرة، ربما كان من أبرزها وأخطرها حسبما نسمع ونلاحظ المتحور الهندي، وربما هناك الكثير من الشائعات التي تنتشر خلال وسائل أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي في الأونة الأخيرة في اليومين الماضيين حول وجود هذه أو هذا المتحور بتبعاته وبأثاره المختلفة في مصر. كيف تقيم هذه الإشاعات؟ كيف يمكن أن نرد على هذه الإشاعات المستمرة؟ الفترة السابقة الحقيقة وخاصة في الهند كان في احتفالات دينية وكان في انتخابات، وده أدى إلى عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية وأساليب الوقاية، مما أدى إلى انتشار حالة الإصابات بشكل كبير، وده كمان أدى إلى تحور الفيروس إلى فيروس له مواصفات مختلفة شوية عن المواصفات السابقة، فكان أشد انتشارا وأكثر عدوى. والمتحور الهندي ده الحقيقة أدى إلى وجود حالات كبيرة أو كثيرة في المستشفيات الهندية. طبعا ده كان فيه حالات كتير استدعت إلى دخول المستشفيات وإلى الرعاية المركزة، وبسبب عدم الالتزام والاحتفالات الدينية اللي كانت بتقام في هذا التوقيت. طبعا المتحور الهندي او السلاله الهنديه اللي موجوده بيتم دراستها وكمان منع وصولها الى عديد من الدول، ومصر الحقيقه اتخذت من الاجراءات اللي تمنع وصول هذه السلاله الى مصر من خلال فحص كل الداخلين من الدول اللي انتشر فيها هذا المرض. طيب، قدره وفعاليه اللقاحات الموجوده حاليا سواء في مصر او في العالم على مجابهه ومواجهه هذا المتحور الهندي؟ يعني لازالت طبعا اللقاحات اللي بيتم اعطائها في العالم بتستطيع انها تقاوم السلاله الهنديه، وده ثبت الحقيقه من خلال دراسات بتتم حاليا علشان تاكد من انه هذه السلاله تستجيب للقاحات. اللقاحات الموجوده في مصر يعني تستطيع انها تجابه هذه السلاله. طيب، في العالم يبدو ان هناك تناقصا حتى وان كان يسيرا او نسبيا في أعداد الإصابات وكذا في أعداد الوفيات. أي يعني إلى ماذا يمكن أن نرجع هذا الانخفاض في الإصابات والوفيات؟ إلى عمليات التلقيح المستمرة، إلى أننا دخلنا في فصل الصيف وهناك ربما بعض الأنباء التي تتداول منذ اللحظة الأولى من وجود فيروس كورونا من أن الأمراض الوبائية عموما المتعلقة بالجهاز التنفسي تنتشر أكثر في الشتاء منها في الصيف، وبالتالي هذه الفترة التي تقل فيها وتنخفض فيها أعداد الإصابات؟ بتتأثر معدلات الإصابة الحقيقة بمجموعة عوامل كثيرة، منها طبعا تصرفات الأشخاص والتزامهم بأساليب الوقاية والإجراءات الاحترازية، وده أهم حاجة. الشيء الثاني هو كمان الإجراءات اللي بتتخذها الدول من تشديد الإجراءات لما بيكون في زيادة في الأعداد، وكمان النسبة المئوية لمتلقي اللقاح، كل ما بتزيد النسبة المئوية للحاصلين على اللقاح كل ده ما بيقلل من معدلات الإصابة، وهو ده يمكن السبب الرئيسي. بالنسبة لأثر درجة الحرارة فهو أثر بسيط، طبعا معروف أن فصل الشتاء بتزيد انتشار الأمراض التنفسية، وإن كان إحنا الحقيقة هذه الملاحظة لم تنطبق على فيروس كورونا بشكل كامل. صحيح، لكن بشكل عام يعني الفيروسات التنفسية تكثر أكثر في الشتاء زي مثلا الإنفلونزا العادية، يعني بتكون أكثر في الشتاء عن الصيف. لكن ده لم ينطبق على فيروس كورونا، لأنه موضوع العدوى الحقيقة بيعتمد في المقام الاول على اساليب الوقايه اللي بيتخذها الاشخاص من التباعد بلبس الكمامه وغسيل الايدين، الى جانب تلقي اللقاح، لان كل ما بيزيد النسبه المئويه للمواطنين اي دوله بتقل طبعا اعداد الاصابه الى حد كبير، وهو ده اللي سجلته بعض الدول زي صحيح في الفتره الاخيره. هناك تخوفات مش بس في مصر يا دكتور اشرف، في العالم حتى في كل المواطنين في انحاء وارجاء العالم حول تلقي اللقاحات المختلفة والمتنوعة، ازاي نقدر نقنع هؤلاء المواطنين
بتسجيل في الموقع المخصص لتلقي اللقاح والاعتماد على اللقاح أو التلقيح كسبيل وحيد ربما في كسر هذه السلسلة من العدوى. ما ذكرنا ان كل ما بنزيد النسبه المئويه للمواطنين اللي حاصلين على اللقاح بتقل، اولا ده بيساعد الشخص نفسه على الوقايه الى جانب انه بيحمي كمان كثيرين حوالين من الاصابه. وبالتالي احنا اللقاحات من الدراسات ثبت انها فعلا بتقلل الوفيات بنسبه تتجاوز 95%، وكذلك دخول المستشفيات والرعايات المركزه بنسب تتجاوز 95%، الى جانب انها بتقلل معدلات الاصابه للحالات البسيطه والمتوسطه بنسب تتراوح من 75 الى 95%. وبالتالي اللقاح هو الوسيله الموجوده حاليا فعلا لمنع الاصابه، لان احنا اذا كان بنتخذ من اساليب الوقايه البعد عن الفيروس، فاللقاح هو كمان في حاله حتى الاصابه بيبقى عندنا اجسام مضاده في اجسامنا، وبالتالي بتقاوم حدوث المرض الى اي مدى يمكن ان نقول دكتور اشرف ان المواطنين المجتمعات عموما الان اصبح لديهم خبره في كيفيه التعامل مع فيروس كورونا، وبالتالي ربما لا يذهب المواطنون الى المستشفيات للكشف او للتحقق من وجود فيروس كورونا، وبالتالي تناول اللقاحات تناول العقارات المختلفه او العلاجات فيروس كورونا او البروتوكولات المخصصه لفيروس كورونا؟ لا طبعا، هو معروف عالميا انه القضاء على الوبائيات بيتم من خلال اللقاحات، واللقاحات هي اللي بتدي المناعه المجتمعيه اللي بتمنع فعلا انتشار يعني الوبائيات. كنت اقصد دكتور اشرف ان هذا التسجيل في انخفاض اعداد الاصابات في العالم ربما يمكن ان نرجعه الى خبرة المواطنين المصابين تحديدا في الحالات البسيطة والحالات المتوسطة في التعامل مع هذا الفيروس، في يعني أخذ وتناول بروتوكولات العلاج المختلفة، وبالتالي ليسوا في حاجة للذهاب إلى المستشفيات، وبالتالي الدولة لا تعرف ولا تدرك الحجم الفعلي لأعداد الإصابات. طبعا ده كثير من الحالات الحقيقه بتصاب باصابات بسيطه، وفي هذه الحاله قد لا يعرف الشخص نفسه انه مصاب او انه حالته بسيطه، وبالتالي يمكن التعامل معها منزليا. صحيح. ويتم علاج كثير من المرضى في دول العالم كلها منزليا في حاله اذا كانت الحالات بسيطه او لا تحتاج الى دخول المستشفى. الدكتور اشرف عقبه رئيس اقسام البطنه والمناعه في جامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك على كل هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.